عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنتكلم عن حلقه جديده في البرنامج بتاعنا تحليل الطفيله والعصر. هكلمكم النهارده عن حاجه انا وعدتكم اللي هنتكلم عليها، بس ما حصلش وقت يعني، او كانت الظروف مش مساعده. بس قبل ما اتكلم، في تدوني 5 دقايق هكلمكم فيهم عن حاجه عجيبه يعني. امبارح كنت نايم على السرير، تمام؟ ما لكوش دعوه بالتفاصيل دي يعني. المهم قاعد بلف اخد لفه في الجروبات اللي موجوده على الفيس، لقيت واحده او دكتوره يعني منزله سؤال. وبعدين قعدت كده على اقرا الكومنتات اللي موجوده، فلقيت بقى اللي بيفبرك واللي بيضرب وما شاء الله عليهم يعني معترفين على في المحادثه يعني. حتى واحد انا نزلت لكم مقال عنه امبارح في الجروب بيقول لك الفبركه فن مش عن. انتوا متخيلين وصل بينا الطب ان الفبركه بقت فن مش عن. فاحب اقول انا الاستاذ دوت او الشخص او اي انسان بيفبرك ومش بيعمل عن ان الموضوع ده مش مظبوط. ليه؟ وده سبب اللي احنا هنصور الحلقه بتاعتنا النهارده ان شاء الله. حضرتك انت لما تيجي تفبرك نتيجه او تضرب نتيجه او تعلي النتيجه او تقلل نتيجه او تطلع حاجه وتعمل حاجه، انت فاهم ان انت بتعمل ايه؟ انت بتلعب في حياه انسان. سيبك من اي حاجه، انا مش هكلمك في الطب دلوقتي. انت فاهم يعني ايه تلعب في حياه انسان؟ انت فاهم لما يجي مثلا تحت الميكروسكوب يقول لك عد الفلد بتاع الباص، فانت ما بتعدش الفلد، انت بتقول اي رقم وما شاء الله الضحكه قد كده وعامل لي الايموشن بتاع اللي بيضحك. انت بتضحك على ايه؟ انت مبسوط اللي انت بتجذب على اللي انت شغال معاه بيقول لك عد وانت ما بتعدش، فبتدي اي رقم وخلاص. انت مبسوط؟ انت واضح على نفسك؟ انا بصراحه اتحرق دمي يعني، بصراحه يعني اللي البولينا عاليه والكرياتينين طبيعي يجي مقلل البولينا او يعلي الكرياتينين، يا سلام. يعني انت كيفك تعلي الكرياتينين عشان البولينا عاليه وانت كيفك توطي البولينا عشان الكرياتينين؟ ايه يا جدع؟ ايه مش كده يا جماعه؟ في حاجه النهارده هنتكلم عنها بعيد عن العن والفبركه والكلام الفاضي ده. طبعا كلكم عارفين البلاوي السوداء اللي احنا بنشوفها كل يوم في المعامل والاخطاء الكارثيه اللي بتؤدي للناس تموت. احنا النهارده هكلمكم عن حاجه اسمها الكواليتي كنترول. كلكم كنتوا مستنيين الفيديو ده طبعا. انا عارف الكواليتي كنترول ده واحد من احدث العلوم اللي موجوده في الفتره الحاليه. هو في علوم جديده طلعت في الطب، في حاجه اسمها العلوم الخاصه بالسيفتي بالامان، اللي فيها الانفكشن كنترول وفيها فيها كمان اللي هو الاجهزه اللي نازله جديده دي بتاعت بتاعت طفايات الحريق ومعرفش ايه اللي هي مش فاكره هقول لكم في نص الفيديو وايه كمان وحاجات كتير كده. الكواليتي كنترول ده واحد من اهم العلوم دي. الراجل اللي اخترع الكواليتي كنترول دوت ماشي عامل ايه؟ قال لك المعمل ده بيطلع نتيجه والمعمل ده بيطلع نتيجه، المعمل ده بيطلع نتيجة، والنتيجة دي بتختلف من المعمل ده للمعمل ده للمعمل ده. فين ضبط معايير الجودة؟ يعني فين أعرف إذا كانت النتيجة دي صح ولا غلط؟ مش انتربريتيشن، يعني أنا في الكواليتي كنترول أنا مش هشرح لكم أعمل انتربريتيشن للحالة إزاي، يعني مش لما الإس جي أو تي يزيد يبقى دي عبارة عن إيه، ولما البي تي يزيد يبقى لا مش هشرح ده، هشرح لكم الكواليتي كنترول في صميم الشغل. فجعلك لازم نعمل ضبط الجودة. ضبط الجودة دوت موجود هتلاقوا كده يقول لك واخد شهادة الايزو، شهادة الجودة، معناها ايه؟ اللي ماشي على المعايير بالظبط. طيب نيجي نتكلم أكتر، لما نيجي نشتغل كيمياء، احنا مش هنقدر نعمل كواليتي كنترول في المعامل الصغيرة بتاعتنا. تمام؟ في المعامل الصغيرة، فهنعمله ازاي؟ هنطبقه بطرق بسيطة، هعلمها لكم دلوقتي إن شاء الله. أول حاجة في ضبط الجودة اللي أنا أقرب بنفذ. ده ضبط الجودة اي بي سي جودة اللي انا اقرا البامفلت. انت هتخس حاجة لما تقرا البامفلت؟ لا. هتخس حاجة لما تمشي تبع تعليم البامفلت؟ لا. هتخس حاجة لما هو يقول لك كذا على كذا تعمله؟ لا مش هتخس حاجة. يبقى أول حاجة في الجودة اللي انا اقرا البامفلت. تاني حاجة اللي انا اتأكد ان الأجهزة بتاعتي مظبوطة. صح؟ دي ازاي هعلمها لكم دلوقتي؟ تالت حاجة اللي انا اتأكد ان السامبلز بتاعتي مظبوطة، يعني هو مثلا طالب لي تحليل الكرياتينين في اليورين. ينفع اشتغلوا كرياتينين في البلاط؟ لا. وما تقوليش بقى ما دام الكرياتينين في البلاط طبيعي يبقى الكرياتينين في اليوم طبيعي. والا كان التحليل واحد يغني عن كل التحاليل، تمام؟ يبقى اول حاجه نقرا البامفلت،
تاني حاجة نتأكد من الأجهزة بتاعتنا سليمة ولا لأ. تالت حاجة نشوف السامبلز، يعني أنت هتشتغل كالسيوم مينفعش تشتغل إيديتا. زي كان في سؤال نازل على الجروب عندنا بيقول لك يعني لما أحط إيديتا على صوديوم سيترات على دم وأجي أشتغل بروسوبين النتيجة هتبقى إيه؟ ففي دكتور قال له سمك لبن دم هندي، التانية قالت له بنعمل محشي، يعني ما شاء الله على الموضوع وصل صعب عندنا. يا سيدي فاضل الكالسيوم والإيديتا حاجة صعبة جدا يعني. تمام؟ ما نخترعش، أنا مش عايزكم تخترعوا، الكواليتي كنترول ما فيهوش اختراع. هتمشي على المعايير اللي هنقولها، معملك مش هيبقى فيه غلط. مش هتمشي هيبقى كله غلطات. تمام؟ يبقى أول حاجة الأنتي كواجيلانت ده موجود فين؟ في البامفلت. السامبلز سيروم ولا بلازما ولا هول بلاد ده موجود فين؟ في البامفلت. إيه كمان؟ التمبريتشر موجود في البامفلت، الويف لينز موجود في البامفلت، اللينيارتي موجود في البامفلت، الاستابيلتي موجود في البامفلت. يبقى البامفلت دي أهم حاجة في الكواليتي كنترول. طيب بعد كده المايكرو بيبت، بيبت بايبتنج، عمليه البايبت اللي بنعملها دي، المايكرو بيبت دي لو مش سليمه نتائجك غلط. تخيل انت مثلا هو بيقول لك 1 مللي على 10 مايكرو، المايكرو بيبت في عمليه البايبتنج بتاعتك ما بتطلعش ال 10 مظبوط، فما بالك انت اصلا منصص نص على 5 والمايكرو بيبت بتاعتك يعني كل سنه وانت طيب. تمام؟ يبقى المايكرو بيبت ازاي نشيك على ده؟ كل هناخدهم جهاز جهاز. المايكرو بيبت كل علبه في المايكرو بيبت فيها تبس كده لونه ابيض، ده التبس بتاع الشركه. بتبدا تقارن الايه، بتشوف المدار كده، بتشوف ال10 طالعه مظبوطه، ال20 ال50 ال100 وهكذا. لو فيها مشكله لازم تعمل لها صيانه. ازاي؟ عند مهندس صيانه خاص بيه. ما تجيش تتعلم وتقول انا بعرف اعمل صيانه للمايكرو بيبت. طب ما انا بعرف اعمل صيانه وانت بتعرف تعمل لي صيانه، بس هل علمي يؤهلني ان انا اطلع المايكرو بيبت مظبوطه 100%؟ لا. طب ما انا بعرف ابرمج الجهاز وانت بتعرف تبرمج الجهاز، بس هل لو حصل اي ديفكت هتعرف تحله ولا لا؟ ادي العيش لخبازه. في الكواليتي كنترول بيقول لك كده، ادي العيش لخبازه. تمام؟ بعد كده ما اتاكدنا ان المايكرو بيبت بتاعتنا سليمه، الجهاز. جهازك وحش، جهازك حلو، وفي شروط لازم نعملها قبل ما نشتغل اي حاجه. ايه هي الشروط دي؟ اللي انت لازم الجهاز يسخن، اللمبه اللي فيه تسخن عشان تبدا تشتغل. واحنا لو جينا اتكلمنا على الجهاز ده محتاج قصص كتير. هتعمل ايه؟ هتسخنه ازاي؟ هتسيبه شغال قبل ما تبدا التحليل بربع ساعه او تلت ساعه على الاقل. طيب لو انتوا دارسين انزيمز هتعرفوا ان في مشكله ان الانزيمز ما بيبداش يوصل للمرحله بتاعت التفاعل بتاعته الا بدرجه حراره معينه. زي ما هيكتب لك 25 20 37 زي ما هيكتب. معنى كده ان درجه الحراره قليله الانزيمز مش شغال بالاكتيفيتي بتاعته. يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله؟ يعني اللي انا بقوله اللي انا اطلع الريجنت احطه ياخد درجه الحراره. تمام؟ يبقى اللي يقول لك ايه، طلع المحاليل من الثلاجه حطها على البنش ياخد الروم تمبريتشر. شفتوا الكواليتي كنترول سهل؟ ده الكواليتي كنترول الصغير بتاعنا، لكن هو علم كبير طبعا. تمام؟ هنطلعه المحاليل تتحط بره الثلاجه ايا كان نوع المحلول. في الكواليتي كنترول في حاجه اسمها ستورج اللي هو التخزين بتاع الايه؟ بتاع المحاليل. هتلاقوا في محاليل بتتخزن من 2 ل 5 في درجه حراره 2 ل 5، في محاليل بتتخزن من 20 ل 25، في محاليل يقول لك ابعدها عن الدور، في محاليل يقول لك عادي ما تاثرش. طب ده مكتوب فين؟ مكتوب على العلبه في التعليمات، مكتوب في البامفلت. يبقى انا مثلا قال لي الكرياتينين بيتخزن من 20 ل 25، ينفع احط الكرياتينين في الثلاجه؟ لا، غلطه من اللي بتحصل معانا، ركز في الغلطات. جه قال لك الهيموجلوبين بيتخزن مثلا من 20 ل 25، ينفع احطه في الثلاجه؟ لا. طب جه قال لك السكر بيتخزن من 2 ل 5، ينفع احطه في الثلاجه؟ لا. طب ده موجود فين؟ موجود على العلبه. طريقه التخزين اساسيه. الاستابيليتي، لما جيت شرحت لكم الاستابيليتي شرحت لكم الاستابيليتي بتاعت السامبل، لكن هي الاستابيليتي كان في جزء ناقص. ايه هو؟ الاستابيليتي نوعين، نوع خاص بالسامبل ونوع خاص بالريجنت. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي جيت الكرياتينين هو بيقول لك حط نص من الابيض على نص من الاصفر يبقى 1 مللي، ببساطه خالص. فانت جيت للباشا ما هوش فاضي، فجه عمل ايه؟ راح جايب العلبه البيضاء حاططها على العلبه الصفراء. هو صح، هو حل العلبه، بس انت لما حليت العلبه لو الاكسباير بتاع العلبه ذات نفسها 2018 يعني كمان سنه، الاستابيليتي بتاع المحلول الريجنت اللي حطيته شهر، وبعد كده هيحصل كريزي، هيحصل مادنس، هيبقى نون استابيليتي، المحلول مش هيبقى متزن، فالنتائج مش هتبقى صح. هيبقى ايه لما تعمل 500 على 500؟ ولا حاجه. ما تحلش المحاليل على بعضها. احنا ما عندناش اللود بتاع الشغل اللي ممكن تخلص علبه كرياتينين في يومين. لو عندك الضغط ده مش شغل احلها، هتبقى اسهل. ما عندكش خدها واحده واحده. قالك
احنا عمالين باخد واحده واحده. طيب الهيموجلوبين مشكله العصب اللي كل الناس عندها هيموجلوبين بايظ، كل الناس عندها مشكله في الهيموجلوبين. انت مشيت على الكواليتي كنترول، عملت ايه؟ جبت 2.5 مظبوطين على 10 مظبوطين ورحت شغال. لا مش ده الكواليتي كنترول. انت في شركات في الكواليتي كنترول بيقول لك ايه؟ انا حضر الايجنت. في شركات ثانيه بتديك الايجنت متحضر. الاستابيليتي يبقى هو احسن الايجنت اللي انا بحضره احسن من الايجنت اللي هو متحضر. الاستابيليتي دي مهم جدا. تمام؟ طيب احنا جينا حضرنا، فانت بقى لسه هحضر عينه، يعني في الواندوكس مثلا في الهيموجلوبين هاخد 2.25 ميه مقطعه على ربع من الواندوكس يبقى 2.5 وبعدين اعمل ميك. طب ما انا اجي اعمل 10 مللي كده حلوين واجي شغال بيهم. يا سيدي الفاضل الهيموجلوبين حساس جدا. الهيموجلوبين لو نسيت عينه في علبه بني ما بيبقاش النتيجه مظبوطه، الهيموجلوبين لو اتبات ما بيبقاش حضر عينه عندي مش هيجرك اي حاجه. تمام؟ يبقى الاجهزه عرفنا مشكلتها فين؟ طبعا لو في مشكله في الجهاز نفسه لا دي حاجه ثانيه، لكن الجهاز سليم بيطلع نتائج مش مظبوطه العيب مني انا مش من الجهاز. ليه؟ لان ما بتبعش الكواليتي كنترول. طيب بعد كده هيجي يقول لك ايه؟ هيجي يقول لك بعد الاستابيليتي بتاعت الريجنت واللي احنا شغلنا الجهاز سامبل. سامبل دي خطيره جدا. بص احنا بنعمل ايه؟ بيشنت جاي معانا عاوز يعمل ليفر انزايم، سحبنا له العينه، صنطنا العينه، اشتغلنا طلعنا النتيجه. ما خدتش بالظبط 5 دقايق، صح ولا غلط؟ غلط. ليه غلط؟ عينة الليفر انزايم لو ما اتسابتش يحصل لها كلوتنج لحد ما تقلب العينة ما تتكبش منك النتيجة مش هتبقى مظبوطة. الناس اللي اشتغلت على سكشن هتلاقوا دايما بيحصل لهم السكشن بيتسد. من ايه؟ يقول لك حصل كلوتنج في العينة. طب الكلوتنج ده جه منين؟ قال لك اصل انت سحبت العينة اشتغلتها على طول. يبقى ده بيأثر على الجهاز وبيأثر على التيست. في الليفر انزايم هتلاقي الانزيمات بتبقى قليله خالص عشان انت ما سبتوش ياخد الوقت بتاعه اللي هو يحصل له الكلوتنج. تمام؟ طيب يبقى احنا المفروض نعمل ايه؟ يبقى على الاقل خالص ما ابداش شغل اي عينه كيمياء، اي عينه كيمياء ما عدا السكر طبعا لان على الصوديوم فلورايد ده ما فيهوش مشكله الا لما تتجلط. تتجلط دي خلال قد ايه؟ مينيمم نص ساعه. البيشنت مش هيموت خلال النص ساعه وانت مش هيجيلك حاجه لو طلعت العينه بعدها بنص ساعه. البيشنت هياخد نتيجه مظبوطه انت هتطلع من معملك شغل كويس. تمام؟ سيبنا العينه تتجلط. ففي غلطه فظيعه بنعملها، بتعمل ايه؟ يقول لك العينه اتجلطت. فبتعمل سيروم فيجي يقلب بالترس عشان يدخله، فيطلع الكلوتنج ده الكلوتنج بتاع السيروم يطلع معاه على الترس، يجي عامل ايه؟ يجي شايله بالترس ورميه، لا خلي الكلوتنج في قلب العينه ما تلمهوش. ليه؟ مالكش دعوه بس خليها في قلب العينه. تمام؟ طيب بعد كده جينا بقى نعمل ايه؟ جينا نبدا نشتغل. فوربيدن محرم في الكواليتي كنترول عشان تطبقه اللي انت تنسق كميات. كلمكم عن الكيراتينين لان لاحظت الفتره اللي فاتت ناس كتير عندها مشاكل فيه. كيراتينين 500 على 500 على 100 وبعدين بتقيس بقى بعد 30 ثانيه وبقى بعد 90 ثانيه وبتطلع نتيجه، صح؟ ايوه صح. طب انت ليه بتحط 250 على 250؟ على 50؟ ما تقوليش بقى طفل صغير في البلوبن انا ده كيراتينين معاه. ليه بتحط؟ مش مظبوط. تحليل حساس ليه تلعب فيه؟ ما تلعبش بيه. زي ما البامفلت بتقول اشتغل. الستاندر والفاكتور. الستاندر والفاكتور. حاجة في الكواليتي كنترول مهمة جدا. الستاندر هي مادة معلومة التركيز تدخل في التفاعل الكيميائي. تدخل في ايه؟ في التفاعل الكيميائي. يعني أنا ممكن أجيب ستاندر شركة أشتغل بيها شركة تانية؟ ما دام المادة معلومة التركيز، يعني أنا لما أجي أقرأ المادة دي على الشركة التانية هتديني التركيز، كأني بقيس أي عينة غريبة. لا ينفع، بس يفضل إن أنت تشتغل الستاندر الخاص بالشركة. جينا عملنا الستاندر وقسناه، وبعد الستاندر وإحنا بصينا على الجهاز لقينا الفاكتور. الفاكتور ده واحد من مشاكل العصر. ليه واحد من مشاكل العصر؟ الفاكتور عندي لو مش مظبوط النتيجه يا هتزيد يا هتقل. يعني ايه؟ يعني مثلا هي العلاقه عكسيه، لو الفاكتور عالي النتيجه قليله، لو الفاكتور قليل النتيجه عاليه. طب ده انا اعرفه مظبوط ولا مش مظبوط ازاي؟ في الكواليتي كنترول لما تيجي معملك ان شاء الله ياخد الكواليتي كنترول هيجيب لك ورقه فيها الفاكتورات، يقول لك مثلا ايه؟ مفيش حاجه في الطب اسمها كذا كذا، في حاجه في الطب اسمها رينج. هيجي يقول لك انت هتشتغل السكر، السكر الفاكتور بتاعه ده فعليا بيبدا من 280 وماكسيمم 340 مثلا. في الرينج ده انت اكسبت، انا اكسبت لاي فاكتور طالع. اقل من كده نون اكسبت النتيجه مش مظبوطه، اعلى من كده نون اكسبت النتيجه مش مظبوطه.
الايديال فاكتور للسكر 3000، تمام، اللي هو 333. دي جت منين؟ جت من دراسات، مش انا اللي عامل الدراسات، هي الشركه بتاعت الكواليتي كنترول هي عامله ده. فدي الفاكتور ده مهم، خد عندك بقى في الكرياتينين وي وي. جيت عملت تحليل سكر لقيت العينه 50، رحت انت عامل ايه؟ يا عم ده شكلها طبيعي، ارفع العينه شويه 70 80 واديها للبيش. انت قبل ما ترفع العينه وقبل ما تاكل، هي 50 دي مظبوطه ولا مش مظبوطه؟ ما نعرفش. الباشا عامل الاستاندر من امتى؟ قال لك انا عامله بقى لي 10 ايام. اشتغلت كام حاله سكر؟ حالتين. ودي الحاله الثالثه؟ لا غلط، عيد العينه تاني من اول وجديد. تمام؟ مش عايز اطول معاك قوي في موضوع الكيمياء ده، غير ما نشرحه بالتفصيل ان شاء الله. يبقى نفهم ان احنا لازم نعمل ستاندر كل اسبوع، نفهم لازم ان احنا الاجهزه بتاعتنا تشتغل، نفهم ان لو العينه سيوم ما ينفعش تشتغلها بلازما، ولو العينه بلازما ما ينفعش تشتغلها سيوم، نفهم ان في تحاليل معينه بنبص لها على نوع انتي كواجلانت معين ما ينفعش اشتغل معاه، يبقى لازم اعمل تكوين الانتي كواجلانت، نفهم ان لازم المايكرو بيت بتاعتي تبقى ثابته، ويعني الثابته اللي هي مش متهيئه يعني، لا ثابته اللي هي مظبوطه، نفهم ان الريجنت بتاعتي لازم تاخد درجه حراره الغرفه، نفهم ان الاستورج بتاعي لازم يكون مظبوط، يعني لو في الثلاجه في الثلاجه، لو جوه الثلاجه بره الثلاجه. نفهم حاجه مهمه جدا، الاستابيليتي بتاع المحلول اللي انا ما فضيهوش على بعض واقول له النتيجه مش مظبوطه ليه؟ لان لو فضيت هتلاقي ماكسيمم الاستابيليتي 7 ايام، وبعد كده هترمي المحلول. يبقى انا اسيبه واعمله. ده في الكيمياء. طيب في الهيماتولوجي اللي احنا المفروض هنبداه النهارده ايه؟ لا ده الهيماتولوجي ده حكايه. الهيماتولوجي ده واحد من اصعب الحاجات اللي ممكن يشتغلها. بس قبل ما ادخل لكم على ده لازم اقول لكم ان انتوا مش هتقدروا، يعني احنا مثلا تكلفه اقل كواليتي كنترول عينه نشتغلها تدخلها في 300 جنيه مثلا، كل اسبوع كل شهر هقعد اجيب بقى عينه ب 300 جنيه؟ لا. طب اعمل الكواليتي كنترول ازاي؟ في قلب معمل ايه؟ ده معمل انا واثق منه ومتاكد ان شغله صح وماشي على الكواليتي كنترول، بروح اقول له لو سمحت ادينا نتيجه من عندك او عينه من عندك، معلومه النتيجه. يعني معمول لها مثلا البروفايلز كامله للليفر والكدني والشوجر والكاردياك انزايم وكل حاجه، وابدا اقول له ايه؟ ادهاني واديني النتيجه بتاعتي. هيديها لك وابدا اشتغل وابدا اقارن، لقيتها اقل 10 او اعلى 10 فانا اكسبتد لده. لقيتها النتائج متفاوته وانا متاكد ان المعمل صح، يبقى انا في ديفكت عندي يعني. لو جينا نتكلم في الكواليتي كنترول بعمق هتلاقي في 3 شرطات كده عاملينهم على الرسم البياني، يقول لك لو طلعت فوق الاستاندر يبقى مظبوط، لو نزل تحت مظبوط، لو طلع فوق قوي مش مظبوط، لو نزل تحت قوي. رسمه كده كبيره اللي عليك يعني. ده العلوم الحديثه يا ريت كلنا ناخد الدورات فيها باذن الله. تمام؟ يبقى نجيب عينه معلومه النتيجه من معمل موثوق منه ونبدا نشتغل. في الهيماتولوجي نفس القصه. بس في الهيماتولوجي بقى عندنا ده العك، العك كله. العك والدلع كله اللي موجود في الهيماتولوجي، وده محتاج له سنين نقعد نشرح فيه. احنا عندنا الكاونتر بتاعنا وعندنا الجهاز العادي. تشتغلوا سي بي سي مانيوال وتشتغلوا سي بي سي على الكاونتر. المفروض يجي يقول لك السي بي سي مانيوال الهيموجلوبين طالع 9.5 وعلى الكاونتر طالع 10، هو الفرق ده جه منين؟ الفرق ده مقبول جدا. لحد 1 جرام مقبول، يعني لو الكاونتر مطلعه 10 وانا مطلعه 9 في المانيوال مقبول. تمام؟ طيب يقول لك انا مطلع البليتليت 500 مانيوال وعلى الكاونتر 200. لا الفرق ده مش مقبول. ده من ثرومبوسايتوزيس لنورمال بليتليت. تمام؟ يجي يقول لك انا الانتي كواجلانت اللي عندي استخدمته باودر ما استخدمتوش سوليوشن، فعمل لي كلوتنج فسد البتاع. يجي يقول لك انا عندي التي ال سي تي عالي جدا فطلعت الحاله لوكيميا، هو ما يعرفش ان في حاجه اسمها كوركشن سي بي سي. كوركشن سي بي سي ده موضوع تاني هنتكلم فيه بالتفصيل طبعا. تمام؟ يبقى علوم الكواليتي كنترول مرتبطه بعلوم الطب، كله حلقه واحده. لو شلنا حلقه من الموضوع ده هيحصل اختلاف. عرفتوا ليه المعامل اللي عندنا مش مظبوطه؟ عرفتوا ليه اللي احنا لما اجي اقول لكم التنسيق غلط ده مش جاي من فراغ؟ عرفتوا ليه لما اجي اقول لكم امشوا على البامفلت ده مش من فراغ؟ ده علم. احنا لو ما نعرفش الكواليتي كنترول ده حاجه صعبه جدا. على الاقل اعرف البيزكس اللي انا بقول لك عليها، ما بقولكش اتعمق فيه بس اعرف البيزكس. اشتري كواليتي كنترول في المعمل. تيجوا دايما الناس اللي شغاله على الكاونتر يجي يقول لك المهندس جاي يعمل صيانه للجهاز وبيغسله وبيجيب معاه كنترول ويبدا يطلع الورقه الهيموجلوبين طالع شويه ولا قايل شويه، الهيموجلوبين ويجيب عينه هايبر وعينه هايبو وعينه نورمال ويبدا يشوف، صح مش بتشوفه ده؟ ويبدا يقارن ويقول ده اكسبت وده انا اكسبت، ويبدا يعلي الفاكتور هنا ويبدا يظبط هنا. ده شغله. ده جابه منين؟ ما ده الكواليتي كنترول. ده بنعمله في الكيمياء بنعمله في الهيماتولوجي بالنسبه للبروسومبين تايم يجي ناس كتير تقول لك طب انا يعني انا هعمل ايه؟ اللي هو بيقولوا عليه ايه؟
عاوز اعمل كنترول للبوسفورمين، هعمله ازاي؟ في كنترول بنشتريه؟ انا ما اعرفش في كنترول بنشتريه ولا لا، بس اللي انا اعرفه في البوسفورمين اللي احنا بنجيب 3 اشخاص معلومين ان البوسفورمين بتاعهم طبيعي 100%، يعني انا وانت وانت، ونسحب 3 عينات على انابيب بوسفورمين ونعملها سنترفيوج، ونفصل البلازما بتاعت كل انبوبه ونحط ال3 بلازمات على بعض، وابدا اشتغل من ال3 بلازمات دول عينه. انا واحد من الناس انا بشتغل البوسفورمين مانيوال، بعمل عينتين واقسم التلت، ودي افضل. تمام، هنبدا نشتغل عينه من اللي هو الكوليكشن اللي عملناه ده، وعينه كمان من الكوليكشن ده، ونجمعهم ونقسم. هتلاقي مثلا انت لو اديك سنسيتيفيتي قوي هتلاقيها 13 و12 و7 على حسب بقى. يبقى ده الكنترول بتاعك، وبتعين الباقي في الفليزر، وكل شهر تيجي عامل بتاع ده كنترول للبوسفورمين، لان مع كتره الشغل انت اديك بتبقى سنسيتيفيتي قوي، حساسه قوي، فالكنترول بيقل او بيزيد. تمام، تبدا انت ترفع الكنترول بتاعك. ده الكنترول بتاع البوسفورمين. اللاتكس، هو اللاتكس فيه كنترول؟ اه طبعا، اللاتكس مع كل كيتس ليها كنترول، مع السي ار بي كنترول، مع الانتي ستريبت كنترول، مع الروماتويد كنترول، مع البروسيلا كنترول، مع التيفويد كنترول. ابدا اشتغل وشوف الكنترول. ما عندكش كنترول هتعمل ايه؟ هتجيب نقطه سلايد تيجي تشتغل على محلول اللاتكس. لو ادى اجنيتينيشن يبقى المحلول بايظ، ما اداش اجنيتينيشن يبقى المحلول سليم، وهكذا بقى تدريجي تدريجي. دي حلقه بسيطه انا حبيت اصورها لكم عن الكواليتي كنترول. اليوم والاسطول في كواليتي كنترول؟ اه في كواليتي كنترول، وهنشرحها بعد كده ان شاء الله. دي مقدمه للكواليتي كنترول، اتمنى ان انتم تستفادوا منها، واتمنى تطبقوها، واتمنى ان انتم ما بتبقاش عافيه. مش عن عن الطب، مش عن عن الطب، علم، والعلم دوت بناء عليه بتقوم امه وبتتهدم امه. هن فهم علينا كل شيء، ما تخلوش اي حاجه تهون عليك، اتعلم صح. التعليم الصحي جميل وممتع جدا في الطب، وبالذات في التعليم لما تشتغل وانت فاهم. يا لما تطلع نتيجه وانت متاكد ان هي سليمه، وعامل لها الانتربريتيشن بتاعها، اللي انت لو مين جه كلمك في العقد النتيجه ها، والتفسير بتاع الحاله ها، والانتربريتيشن بتاعها ها، وانا ماشي صح. مش عن عن طب يا سيدي الفاضي، ما هوش عن عن. لو عجبك الفيديو اعمل له عن عزلي سبسكرايب.